لقد تم توفير أزيد من 315,000 مقعد بيداغوجي بكامل الأنماط وأجهزة ومستويات التكوين، زيادة على التعداد الحالي للمتربصين والمتمهنين الذين هم قيد التكوين، والمقدر تعدادهم بأكثر من 212,000 متربص ومتمهن. أما من حيث المتخصصات المتاحة فقد تم برمجة 592 تخصصا خلال هذه الدورة في غالبيتها الشعب ذات الأولوية في برنامج نشاط الحكومة. إذن فتحنا لهذه الدورة 3660 منصب لمستفيدي من المنحة، منحة البطالة، لإعطاء الفرصة لكل المستفيدين من مزاولة تكوين مهني.